طولك لا يحدد هويتك، أم لربما يحددها؟ هل يمكنك الوصول لها يا قصيرة؟ هذا مثال واحد على مشاكل الطول المؤسفة. مغفل. هذه الخصومات رائعة، سأنفق كل راتبي اليوم. يا لها من مجموعة جميلة. واو، هذا الفستان رائع. يبدو أن ذوق الفتيات متشابه. من الأفضل أن أجربه. أراك بعد دقيقة. آمل أن يناسب مقاسي. هو هذا الفاصل قصير جدا، بالكاد يغطي خصري. هذه مساوئ الطول. يا لحظك يا باتي، هذا الفستان من نصيبك. مرحة، سأعود حالا. هو حسنا، هذا ليس جيدا، سيرى الجميع ملابسي الداخلية. هاي، يبدو أني لن أجرب الفستان. يبدو أنه ليس من نصيبنا. واو، هذا الفستان ظريف، أنا محظوظة. مرحبا آمي، تبدين عطشانة بعض الشيء. هل من الممكن أن أحصل على رشفة؟ أشعر بالعطش الشديد، رغم أن عطش هاتين الصديقتين بنفس القدر، لكن اختلافهما في الطول يجعل الأغراض تبدو أصغر أو أكبر من حجمها الحقيقي. سنقدم جولة جديدة حول القصار مقابل الطوال، وجبات خفيفة، ضحك، لابد أنها سهرة على فيلم. لن تصدقوا ما حصل، لقد فاز فريقنا. مدام مبروك آمي، دعينا نلقي نظرة مقربة على هذا الكأس. أتمنى لو رأيتم المباراة، لقد سجلت أهدافاً كثيرة. شاهدوا هذا الكأس الجميل. واو، لا شيء يحلي طعم الانتصار مثل دعم الأصدقاء. دورك يا صوفيا. أو لا يمكنك الوصول للأعلى، أليس كذلك؟ حسناً آمي، هل تعتقدين أنه يمكنك تعديل كفك الصغير لصديقتك القصيرة؟ ماذا لديك هنا صوفيا؟ لوح سنيكرز؟ لا، إنه لي. شكراً يا فتاة، إنه لذيذ. أقسم أني لو كنت أطول لاسترجعته على الفور. محاولة جيدة، لكنك لن تصلين إلى الأعلى أبداً. التورتيلا لا تكتمل بدون بعض الصلصة الحارة. كم أحبها. أود تناول بعض الفستق الآن. من وضعه في الأعلى هناك؟ لا يمكنني الوصول. هيا يدي، امتد. أولا، أجل هكذا، سأحصل على هذا الفستق حتى لو كان آخر شيء في حياتي. الأشخاص القصار يعرفون جيدا أن تسلق أسطح المطبخ والأثاث جزء من الحياة. أجل، تعال إلي. مبارك صوفيا، الآن يمكنك الاستمتاع بالفستق بسلام. لا تنسي أن تتركيه على الرف السفلي هذه المرة. حسناً، حان وقت التمرن. سأبدأ باليوغا أولاً. ما الأمر؟ يا لغبائي، نسيت بساط اليوغا. أوه، هذا سيء. ماذا ستفعلين الآن؟ أهلاً، خطرت لي فكرة قد تفيدك. سأخرج بطانة حذائي. ها هي، خذيها. واو، قدماك عملاقتان. يا لك من ظريفة، من الجيد أنك قصيرة. لدي بساط الآن، وحان وقت التمرن. أوه، هذا اللون جميل، لقد أعجبني. يبدو رائعاً علي. إنه الخيار المناسب بلا شك. حسناً، لنتبادل الأماكن حتى ننتهي بسرعة. لا نريد التأخر على الحفلة. أوف، ابتعد عن وجهي يا شعري، هذا يثير غضبي. أريد إنهاء مكياجي فحسب. يبدو أنها تعاني مع المرأة. آي ظهري. أوف، الانحناء بهذا الشكل متعب. أنت تصعبين الأمور على نفسك.
لقد أنقذتي حياتي. للأعلى من فضلك. لليمين؟ لا، ابتعدتي كثيراً. تحركي إلى اليسار الآن. هيا. أوف، لن ينفع هذا. أعطيني المرآة فحسب. أنا آسفة، كنت أحاول مساعدتك. هذا أفضل بكثير، لست مضطرة للانحناء الآن. هل انتهيت؟ سنتأخر. انتهيت، لنخرج الآن. ستكون مباراة اليوم رهيبة، آمل أني مستعد لها. أوه، لم أرها. لا يهم، مجرد ماء. في المقابل تأثير برك الماء أشد على القصار. احترسي يا بيتي، العواقب وخيمة. هولا، أنا أسقط. يبدو أن البركة أعمق بكثير بنظر القصار. كان العشاء شهياً. هل تظنين أني سأغسل الصحون؟ محاولة جيدة. وضعت المانيكير اليوم. هذه مكالمة مهمة. هل تمزح؟ أشعر بالتوعك فجأة. لحظة، أتسمعين ذلك؟ أحدهم في مشكلة. يا إلهي، لقد خدعتني. أكره غسل الصحون. لماذا المغسلة منخفضة جداً؟ الخزانة تعترض طريقي. هذا سخيف. أي، هذا مؤلم. لن تتجاوزني يا صاح. حقاً؟ حاول اعتراض هذه التسديدة. هدف. لا أحد يعترض طريقي في الملعب. خاسرة. ألو؟ يا له من مغرور. يمكنني التسديد أيضاً. وهدف. ألا يفترض بالكرة أن تسقط؟ ما مشكلتها؟ لا يمكنني الوصول إليها. أنا قريبة. أتمنى لو كنت أطول ببضع سنتيمترات. أوف. هل علقت الكرة؟ أخرجتها وعدنا للمباراة. تسديدة أخرى مثالية. سأجلس في المقعد الأمامي وأنت ستقود. إنه يوم مشمس. هذا أفضل. أظن أني سأقلدك. ماذا؟ لا تزال أشعة الشمس تصلني. سأبقي عيني مغلقتين. هذا الحزام يخنقني. هل هذه السيارة مصممة للطوال فقط؟ مستعدة؟ وصلنا أخيراً. أشعر بالجوع الشديد. الأكل آخر هم بيتي. أحتاج كريماً لهذا الحرق. أوه، يبدو مؤلماً. حسناً، حان وقت الاستحمام والاستعداد لليوم. أراك لاحقاً يا روب الاستحمام. إن كنت بطول صوفيا فعلى الأرجح أنك لا تفكر أبداً فيما إن كان رأس الدش سيناسب طولك أم لا. تبلل شعرها في وقت قياسي، وعندما يحين وقت وضع الشامبو فإن الأمور تكون في غاية السهولة. واو، رائحة هذا الشامبو زكية. هل هي نكهة المانجو؟ منعشة. في المقابل يبدو استحمام آمي مختلفاً قليلاً. ألا يمكن لهذا الشيء أن يرتفع؟ هيا تحرك للأعلى. يبدو أن آمي تقوم بجولة أخرى من سكوات الاستحمام هذا الصباح. نعم، ها هي تنزل في الأسفل. عندما تكون طويلاً مثل آمي فإن الاستحمام يصبح جلسة رقص أكثر من جلسة تنظيف، ويتعلق الأمر بالكامل حول الوقوف تحت رأس الدش في الزوايا الصحيحة. أخ، هذا مؤلم قليلاً. لقد طفح الكيل. سأدخر لإعادة تصميم الحمام بدءاً من اليوم، وبحلول وقت انتهائك من الاستحمام تكون منهكاً. وكنت أعتقد أن الاستحمام يفترض به أن يكون مريحاً. ليلة جمعة أخرى وحفلة مملة أخرى. مرحباً آمي، أتريدين رقص معي؟ ماذا عنك صوفيا؟ أتريدين رقص معي؟ أوف، هذه الحفلة تسير إلى الهاوية بسرعة. مهلاً، أعرف بالضبط ما يجب القيام به لإنعاش هذه الحفلة. من يريد أن يلعب لعبة رقصة اللامبو الممتعة؟ نعم، أحب هذه اللعبة. سأمسك بهذا الطرف ويمكن لبيلا الذهاب أولاً. أرينا مهاراتك يا فتاة. أوهو، رغم أن رقصة اللامبو لعبة حفلات ممتعة للغاية، لكنها قد تكون أسهل للبعض من الآخرين، وللأسف ترتبط كثيراً بالطول. أوه، أنت به
لتعديلي أنفك. أوف، لقد هبطت بقوة يا أمي. لنرى إن كانت صوفيا ستكون أكثر مرونة أثناء دورها تحت عصا الليمبو. لا تقلقوا يا رفاق، يمكنني القيام بذلك. حسناً يا صوفيا، أرينا مهاراتك. هذا لم تضطر حتى إلى الانحناء إلى الخلف أبداً. أرأيتم؟ قلت لكم إني سيدة الليمبو. التجول في متحف محلي وسيلة رائعة لقضاء الأمسية. واو، انظري إلى هذا الرجل، أتساءل من كان. هل أنا الوحيدة التي لاحظت ذلك أم أن هذا الرجل وجهه عبوس؟ هل ترين ما أعني؟ واو، انظري إلى هذه اللوحة الكلاسيكية، تجعلك تشعرين وكأنك في الريف الإنجليزي، أليس كذلك؟ أو أكاد أشم رائحة الزهور، إنها جميلة. أنت، ما الذي تحاولين فعله؟ هل أنا دعامتك الشخصية؟ أسفة، مجرد أنه كان مريحاً للغاية، فطولك مناسب تماماً. تبدين ظريفة جداً عندما تغضبين. لا بأس يا صوفيا، فنحن معشر القصار نعرف شعورك تماماً. أوه، كم عدد أرجل هذا الشيء المقزز؟ مرحباً آمي، ما هذا يا فتاة؟ لقد تأخرت 20 دقيقة على الحصة. يبدو أن شريكك في المعمل لا يمانع ذلك. رحبوا بعارضة الأزياء، تبدين رائعة. مرحباً، شكراً يا صاح لحجزك المقعد لي. واو، قمت بكل هذه المعادلات بنفسك؟ إنك ذكي جداً، لا أستطيع أن أصدق ذلك. نعم، الكيمياء مادتي المفضلة. حسناً، يبدو أن شريكي المعمل هذين ثنائي مثالي. ما الذي يوجد في هذا القمع؟ انتبهي فإنه ساخن جداً. أو المعذرة، هل توجد جاذبية كيميائية بين هذين الاثنين؟ أو نعم، هذه نظرة الحب بكل تأكيد. الحصة على وشك الانتهاء، هل تودين الذهاب لتناول آيس كريم أو شيء ما؟ لكن قبل أن تنطلق للموعد، قد ترغب في التأكد من أنكما على نفس المستوى. لقد بدوت أقصر بكثير وأنت جالسة، وأنت بدوت أطول بكثير وأنت جالس على الكرسي، وهكذا خسرت حبيبا محتملا. أو آسفة يا آمي. إن طبقت المعادلة فستكون هذه هي الإجابة. أهلا بيتي، كيف الحال؟ ما الذي يفعل؟ هل يستند على رأسي؟ المعذرة، رأسي ليس مسندا لك. أوف، يا لوقاحة، لا يمكنني تحمل الناس الذين يعاملوني بهذا الشكل. يعاملك الناس بوقاحة عندما تكون قصيرا. خطرت لي فكرة رائعة. حسناً يا أقلام التلوين، سأحتاج مساعدتك الآن. أضفت بعض الغراء إلى القلم وسألصقه الآن على فوق الشعر. ممتاز، أريده باللون الذهبي، سيساعدني في حل هذه المشكلة. حسناً، حان وقت ارتداء طوقي الجديد. سأرى ما سيحدث عندما يحاول الاستناد على رأسي. سيدافع هذا الطوق عني. أي، ما هذا؟ أنت ترتدين شيئاً حاداً. سيعلمك هذا عدم الاستناد على رؤوس الآخرين. أنا الرابحة. واو، ماذا تفعلين مع حقيبة السفر؟ أوه، لا أدري، ربما ذاهبة في رحلة؟ لندن؟ مستحيل، هذا رائع. أجل، سأقضي إجازة مذهلة هناك. أوه، ستذهبين بدوني؟ يجب أن أتأكد من إحضار الملابس المناسبة للرحلة. أيهما أفضل، الأزرق أم الأحمر؟ كما تعلمين، لم تسبق لي زيارة لندن. أتعلمين؟ سأخذ الاثنين. حلت المشكلة. أرجوك أرجوك أرجوك، خذيني معك. لا أعرف، لدي تذكرة واحدة فقط. هل تفكرين بما أفكر فيه؟ لنفعلها. سأفتح حقيبة السفر. حسناً، أحشري نفسك بداخلها. ستنجح هذه الحيلة لأني قصيرة جداً. بهذا الشكل، ممتاز. هل أنت بخير؟ سأضيف بعض الملابس، ستبقيك دافئة. سأغلق الحقيبة الآن، يجب أن أدس كل شيء داخل الحقيبة. أوف، إنها ثقيلة. يا للهول، إنها أثقل بكثير مما توقعت. أمل أنها بخير داخل الحقيبة. يجب أن أكون حريصة أكثر مع الحقيبة. لندن، نحن قادمتان. أوف، إنها ثقيلة جداً بوجودها. حسناً، حان وقت فتح الحقيبة وإخراجها. هذا السحاب طويل جداً. انتهيت، مرحباً بك في لندن. أوه، رحلة مجانية. القهوة شبه جاهزة. مرحبا
مرحباً، هل يمكنني؟ أهلاً، كوب قهوة من فضلك. هذه القهوة طازجة. تفضل. تمسح الأكواب الآن. هل يمكنني الطلب الآن؟ هل أسمع صوت فأر؟ بدأت أهلوس؟ ها؟ لم أرك هناك. أريد قهوة أيضاً من فضلك. القهوة قادمة. شكراً، هذا الكوب مناسب لك. يا لك من ظريفة. هذا يكفي. هل هذا كوب أطفال؟ أتمنى لك يوماً سعيداً. يمكنك الجلوس على طاولة الأطفال. استمتعي. لماذا يظن الجميع أني طفلة؟ لماذا يضحك؟ سألعب معك يا صغيرة. هل تحبين الدمى؟ تريد الدمى اللعب معك؟ سيكون هذا الفيلم رائعاً. تفضل. التذكرة. هذا فيلم للكبار يا صغيرة. لكني كبيرة. دعني أدخل. سأشتكي لمديرك. هل أنت قادمة؟ ما المشكلة؟ سئمت من معاملة الجميع إلي كطفلة. سنقوم بشيء آخر إذن. ماذا قلت وفعلت؟ أعامل كطفلة. لكن خطرت لي فكرة. يمكنك مساعدتي إن أردت. كلا. ألا تريد مشاهدة الفيلم؟ قلت لا. 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 هذا ظلم. ممتاز. سأتمسك بك. حسناً. أنا جاهزة. لننطلق. ببطء. تذكرة واحدة. حقاً؟ أحب أفلام الرعب. أظن أن كل شيء طبيعي. أقسم أني كبيرة. حسناً، استمتعي بالمشاهدة. نجحت الخطة. أغلقت الستارة. يمكنك الخروج. أخبرتك أنها فكرة عبقرية. لماذا أضيئت الأنوار؟ هل انتهى الفيلم؟ كم أحب الشمس! وسأحصل على سمرة رائعة. هذا يكفي، لا أريد أن تحرقني الشمس. هذا مريح. أين ذهبت الشمس؟ هاي! لم أرك قادماً. آسف، هل يمكنني؟ لا بأس، لا أريد التعرض لحروق الشمس. أحتاج كمية كبيرة. ماذا؟ انتهى؟ جيد، لديها مخزون منه. سأغطي كل سنتيمتر من جلدي. العلبة الثالثة جاهزة. لن أنسى أصابعي والمرفقين أيضاً. كدت أنتهي؟ يجب أن أحمي عضلاتي. هذا يكفي. إلى لقاء بيتي. شكراً. سأضع المزيد الآن. ماذا؟ إنها فارغة. لا بأس، لدي المزيد. ماذا؟ كم استخدم ذلك العملاق؟ انظروا من يطرطش ويطرطش في حوض الاستحمام. مرحبا يا سيد بطة. ولا نكبر أبدا على اللعب بالفقاعات. هناك مساحة لصوفيا لتقوم بكل شيء هناك. يبدو حوض إيمي مختلفا عن حوض صوفيا. هناك هدوء أكبر هنا، لكن السيقان الطويلة تعني ضيق المكان. آسفة إيمي.
حسناً، لننظر للمرآة مرة أخيرة قبل الخروج للحفلة. أبدو رائعة. هذا رأيي. حقاً، مرآة أمي عالية جداً، لا أرى إلا عيناي. كيف يفترض بي وضع أحمر الشفاه؟ هيا أيتها الشفة السفلية، دعيني أراك. شيء يخبرني أن القفز وأحمر الشفاه في يدك ليس فكرة جيدة. حقاً، هل ترين حتى ما تفعلين؟ رأيتي، حذرتك أن الأمر لن ينتهي جيداً إلا إن كنت ذاهبة لحفلة مهرجين. هل تعطي في سيارة وأدركت أنك قصيرة لقيادتها؟ شعرت سوفيا بهذا مرة أو مرتين. الوسادة ستساعد. حسناً، الأمور بخير، لكن كل هذه اللقلقة والحركات ليست جيدة للقيادة. أولا يفضل أن ينجح هذا. أجل، هذا هو الكلام. لا زال من الضروري أن تصلي إلى الدواسات. لا تبكي صوفيا، لا زال لديك وقت للحق بالباص. لكن عندما تركب إيمي السيارة القصة مختلفة تماما. لمن يصنعون هذه السيارة؟ النمل؟ بالكاد أستطيع الجلوس. أجل، ليس هذا وضعا جيدا. لحظة، لهذه السيارة فتحة سقف. يا للراحة، مرحبا، كيف الجو هناك إيمي؟ نراك في الجوار. هناك الكثير من المشاكل للقصار في المدرسة أيضا. هل ساعد أحدكم صوفيا؟ لا يمكنها الوصول. تقريبا وصلت. حسنا، ربما أحتاج طريقة جديدة. فشل ذريع. مرحبا إيمي، هل يمكنك مد يد العون؟ بالطبع، لا مشكلة. يا ربي، تجعل الأمر يبدو سهلا جدا. ها أنت ذا. أجل، لقد ربتت علي فعلا. رائع. يا إلهي، أحب ذلك الفيلم. أجل، أنا أيضا، وذلك الجزء عندما يعترف بحبه للأميرة. احذري من الفرع. آمل فعلاً ألا تكون هذه الفروع سامة. هل تمانعين إن مددت نفسي للحظة؟ لا، ليست هنا. وجدت الرقائق. أي، وأنت قصيرة، لا تقلقين من الخزائن المفتوحة. لكن الطوال ليس لديهم هذه الرفاهية. حسناً، أظن أني فهمتها. حسناً، من تريد حل المسألة على السبورة؟ صوفيا، تعالي وحاولي حل المسألة. رائع، الأستاذة اختارت صوفيا ولم تختارني. تفضلي حلي المسألة. يا إلهي، المعادلة مكتوبة في أعلى السبورة. سأمد ذراعي أكثر أو سأقفز؟ إنها قصيرة جداً لدرجة أنها لا تستطيع الوصول إلى أعلى السبورة. هذا مضحك جداً. هذا مستحيل، لا يمكنني حل هذه المسألة. حسناً، عودي لمكانك. خيبت عملي يا صوفيا. حسناً، من سيحل المسألة الآن؟ بيتي، حلي هذه المسألة على السبورة. أنا؟ لكن حسناً. هذا جزاء سخريتك مني. حلي هذه المسألة. يا إلهي، هذا مستحيل، لا أعرف الإجابة. سأمسح ما كتبته صوفيا. أتمنى لو أني قصيرة حتى لا أضطر لحلها. واو، إنها تعاني هناك، لم يساعدها طولها الفارع. خطرت لي فكرة، سأحتاج إلى إصبع غراء ملون ومسدس غراء ساخن بالطبع. حسناً، سأدخل إصبع الغراء في المسدس حتى يسخن. أظن أنه بدأ يسخن، حان وقت العمل. سأبدأ برسم دائرة من الغراء. سأملأ الدائرة الآن ببطء وثبات. والآن سأكسر الدائرة إلى نصفين. ممتاز، هذا ما أريده بالضبط. سأضعهما داخل فردات حذائي، وبكل سهولة صنعت كعوباً إضافية. بيتي، من الواضح أنك لا تعرفين الإجابة. يا أستاذة، أريد تجربة حلها ثانية أرجوك. صوفيا، هل أنت متأكدة؟ أجل، يمكنني حلها. حسناً، خذي الطبشورة.
أمل أن أرى الإجابة هذه المرة. أجل، هذا الكعب مفيد، يمكنني الوصول لأعلى السبورة. انتهيت من الحل. أحسنت، الإجابة صحيحة. شكرا يا صوفيا، قمت بعمل ممتاز. هذه الحفلة رائعة، انظري إنه يقف هناك لوحده. ما الذي يجب علي فعله غدا؟ سأذهب إليه، تمني لي التوفيق. أليست هذه الأغنية الأجمل؟ تدفعني للرقص لا شعوريا. واو، إنها تستعرض كل حركاتها في الرقص. المعذرة، يجب أن أغادر. أو لقد غادر، لم يعجبه رقصي أبدا. لماذا غادر حتى أني قمت بهذه الحركة؟ يا للهول، رائحتها كريهة وفي وجهي مباشرة. قد يساعدني هذا في حل المشكلة. سأضعه تحت طوق شعري، وبكل بساطة صنعت درعا لوجهي. أو قناع وجهك جميل، قناع وجهك الجميل. المهم، كنت أقول، لماذا لم ينبهر برقصتي؟ أحد أفضل الأمور حول صديق المقرب التسكع معه بعد المدرسة. وما الأفضل من ذلك؟ يمنحك سيادة مجانية على خزانة ملابسه. واو، ملابس آمي جميلة جداً. أتساءل إن كان لديها لبس يمكنني استعارته لحفلة ليلة السبت. واو، شورت الجينز هذا رائع جداً. لكن تذكري، قد تبدو ملابس صديقتك الطويلة مختلفة بعض الشيء عليك. لكنه مجرد شورت جينز، كيف يمكن أن يبدو مختلفاً؟ سأجربه. مرحباً آمي، هل يمكنني استعارة شورت الجينز هذا؟ أعتقد أني سأبدو رائعة عند ارتدائه يوم السبت، أرجوك. بالطبع، لا أمانع ذلك. نعم، سأكون نجمة الحفلة. حسناً، كما تشائين يا صوفيا. هل كنت أتخيل أم أن هذا الشورت بدأ أصغر بكثير على العلاقة؟ نعم، من المؤكد أن صوفيا لم تضع في الحسبان اختلاف طول الهائل. يا إلهي، يتسع الاثنتين مني. حسناً، على الأقل لن تضطر آمي للقلق بشأن سرقة صوفيا لأي من ملابسها. نعم، حصة الفنية أفضل حصة في اليوم. ما خطبها؟ لماذا هذه الطاولة الصغيرة جداً؟ من سوء حظ طوال القامة مثل آمي، فإن هذه الطاولات المدرسية لا توفر مساحة كافية للساقين. بالكاد أستطيع وضعهما فوق بعض. أوف، لا توجد فائدة. حسناً، أعتقد أني سأجلس هنا على نحو غير مريح لساعة كاملة. في الواقع لا، لن أتحمل هذا الهراء بعد الآن. سأستخدم ساقي الطويلتين للتحرر من هذه الطاولة الصغيرة. تبدين كما لو أنك بحاجة إلى التبول. اضحكي يا صوفيا، أنا جادة. احذري آمي، ستؤذين نفسك. يا إلهي، انظر إلى هذه الأرجل. أو لا، أقلامك الرصاص. أوبس، حسناً، على الأقل حصلت على مساحة أكبر لساقي. مرحباً. أو صوفيا، إنك ظريفة جداً. إنك سيدة صغيرة جداً. لا، أجل، أنت كذلك. أجل، أنا صغيرة وظريفة، فهمت. إني متعبة جداً وقد أغفو فوراً على الأريكة. لا يمكنني مد ساقي. ربما إن وضعت رأسي للأسفل هكذا. لا، هذا لا يعمل. إن كنت طويلة، تفهمين بالتأكيد معاناة الاستلقاء على أريكة المقعدين. أياً كانت وضعيتك، لن تكوني مرتاحة أبداً. كان يوماً طويلاً. أوه أريكا، اشتقت إليك. سأستلقي لبضع دقائق، لساعة كحد أقصى. أحتاج بعض القطع لعطلتي القادمة. انظري لهذه الألوان الرائعة، هذا ممتاز. أجل، نذهب للقياس، هيا. وها، إيمي تستمتع بهذا الفستان الأحمر. واو يا فتاة، تبدين مذهلة. لكن من أين تأتي الريح؟ ماذا عنك صوفيا؟ يا للمفاجأة، الفستان صنع لفتاة أطول بكثير مني، ولذلك تتسوق الكثير من الفتيات القصيرات في قسم الأطفال. سأخذ واحدة من كل نوع. تمشين بسرعة نوعا ما. متأكدة أنه يمكنك مجاراتها صوفيا؟ انتظري، هلأ أعدت ذلك؟
لا أستطيع سماعك. إني أتعرق بغزارة هنا. أحب حقاً طريقة صوفيا. أين ذهبتِ؟ أنا بخير، أحاول فقط مجاراة ساقيك الطويلتين. لكل خطوة يخطوها شخص طويل، على القصير أخذ خطوتين. يمكنك ذلك صوفيا. أجل، إنها أخيراً ليلة البنات. حركات جميلة يا بنات. صديق مايا يريد أخذ صورة. هيا بسرعة. لحظة، أريد أن أكون في الصورة. وليس هذا جيداً. عذراً يا بنات، السيدة الصغيرة ستمر. إيمي تعالي أيضاً. لدينا الآن المشكلة المقابلة. لا يمكنك رؤية عيون إيمي الجميلة حتى. لا تبدو سعيدة. حسناً، حاولنا على الأقل.